الجماهير السعوديه صراحه والانديه السعوديه، بس الانديه السعوديه هذه موقف رسمي دائما تحدث الدعم الممثل السعودي في اسيا، لكن انا يعني وفريق الاعداد لفت انتباههم ما حدث من الجماهير السعوديه ودعمها لنادي الاتحاد فتره من الفترات. كان حتى المنتخب يلون من قبل الجماهير، وانت كيف ترصد مثل هالموضوع؟ ترصد مواقع الانترنت للأندية، وترصد بعض مواقع الرياضية، وترصد من خلال بعض ردود الفعل، ترصد حتى من البلاك بيري الماسنجر الرسائل اللي يتم تبادلها بين الناس، انه تشوف المنتخب ملون، الحمد لله ضيع البلنتي لاعب النادي الفلاني، والحمد لله انهزمنا ولعبنا ما هو فيه. وتلوين المنتخب هذا وضح بشكل كبير، كان في كاس الخليج وكاس آسيا، مو قاعدين نكشف سر يعني، منتخب لون من بعض الإعلاميين، فما بالك في من الجماهير. اليوم التفاتة الجماهير الرياضية السعودية خلف الاتحاد صراحة كانت مؤثرة جدا. نتوقف عند هذا التقرير الذي يتحدث عن هذا الأمر اللي المفروض أن يكون هو الأمر الطبيعي لأي ممثل سعودي خارجيا. وقفة جماهير الأندية ومساندتها لبعضها في المحافل الخارجية تعتبر ظاهرة انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، فحينما تلعب الأندية في البطولات الخارجية وتتلقى المساندة والدعم من قبل الجماهير ورؤساء الأندية الأخرى، فهذا بحد ذاته دعم معنوي وجماهيري للفريق الذي يمثل الوطن خارجيا. هذه الوقفة ستشعر الفريق الممثل الوطن خارجيا بأنه مدعوم كافة الجماهير السعودية بشكل عام، مما يؤثر على مستواه ويبث فيه الحماس لتقديم كل ما لديه من مستويات في البطولات الخارجية. وفي السنوات الأخيرة تجلت هذه الظاهرة بشكل أكبر من قبل رؤساء الأندية وأعضاء الشرف بشكل عام، فحضور الرئيس الشبابي خالد البلطان وكذلك رئيس نادي الهلال الأمير عبد الرحمن بن مساعد ورئيس نادي القادسية عبد الله الهزاع ومساندتهم لأندية الوطن في البطولة الآسيوية في الموسم الماضي خير دليل على ذلك. وبعد الأنباء التي سمعناها من البيت النصراوي أن عضو هيئة أعضاء الشرف بنادي النصر فهد بن سليمان المشيقح أعلن عن تبرعه بقيمة 1000 تذكرة للجماهير التي ستدعم ممثل الكرة السعودية في بطولة الأندية الآسيوية فريق نادي الاتحاد السعودي أمام فريق سيئول الكوري. كل هذه الوقفات من قبل رؤساء الأندية وأعضاء الشرف والجماهير بشكل عام لها دور كبير في نبذ التعصب الرياضي وزيادة التحام جماهير الأندية مع بعضها البعض، وداعم كبير لكل الأندية المحلية التي ستشارك في البطولات الخارجية لكي تقدم كل ما لديها من مستويات مشرفة للكرة السعودية. أبو أحمد، حلو، انت اشرت الى الجماهير ثم الاعلام، ونسيت الركيز الاساسي لبعض رؤساء الانديه، لا اقول رؤساء الانديه، بعض رؤساء الانديه كانوا اكثر من يؤجج التعصب ويثير ويقود الجمهور الى مثل هذا التنافر ويسبب العصبيه بين الجماهير. والاعلام اكيد له دور مؤثر ايضا في التعصب، وفي يعني حتى بعض الاحيان تقرا مقالات لم يبقى الا ان يصرح بالصريح الفصيح انه يعني لا يود لهذا الفريق ان يفوز، او لا يود لهذا اللاعب ان ينجح مع المنتخب. لكن مع مرور الوقت وبالتالي مع سبل التواصل الاجتماعي والفضائيات والانترنت، حتى وان كانت فتره من فترات سيئه جدا الا انها تقريبا تعود تدريجيا الى ما يفترض ان تكون عليه. الاهم هو ان يكون الفريق دائما جاهز محضر جيدا، المفروض انه دائما عندنا اعداد قوي من المنتخبات والانديه، وبالتالي تلعب في الميدان بشكل ايجابي. الجمهور مهم جدا. شوف الجمهور مهم انت شعرت جداً. ابو احمد انت شعرت في المنتخب في كاس اسيا وقبل كاس اسيا وتصفيات كاس العالم ان المنتخب عند الجمهور ملون؟ بالتاكيد موجود، احنا نشوف يعني يوميا. على فكره الجمهور تشاهد اخوين مع بعض تجدهم يشجعون ناديين مختلفين، يجون الملعب يحضرون سواء، او ابناء عم، او حتى احيانا ابناء حي واحد يذهبون بسياره واحده معهم اعلام الناديين، يدخلون المدرج سويا، يخرجون من المباراه واحد خاسر واحد فايز، يعودون الى بيت واحدهم. هذه موجوده في كثير من الجماهير، لكن في بعض الجماهير طبعا عندها نوع من التشدد والتعصب، هذا يعني وان كان موجود لانه احيانا يؤخذ ويعطى مساحه اكبر من اللازم. كابتن خالد، يعني اذا يسمح لي ابو احمد، انا اعتقد انه يمكن الاعلام الرياضي حقيقه
يعني في الفترة الأخيرة حقيقة كان مؤثر كثير، يعني الجمهور يعني يتأثر بما يسمع أو يقرأه أو يشاهد حقيقة. والإعلام أعتقد أنه إعلام مؤثر كثير يعني في مسيرة الرياضة يعني، وخاصة على مستوى المنتخبات أو المنتخب الأول. والجانب الآخر حتى النتائج يعني ما أعطت المؤشر إيجابي على أنه الناس تتفاعل مع المنتخب في أفضليته، وبالتالي ردة الفعل هذه يعني جت بأثر يعني عكسي على علاقة الجمهور بالمنتخب السعودي. صحيح. ولذلك أعتقد أنه هذا يعني نتاج من ما يجمع بين الإعلام وما بين الجماهير وما بين مسيري الرياضة في الكرة السعودية كلها. طيب قبل ما أروح الفاصل فينا رسالة، طبعا ما كتب اسمه بس هتطلعونا يا شباب لأنه في رقم جوال، لأنه هو مسلم الجوال فأنا رقم جوال يطلع بعدين يزعل علينا. يقول السلام عليكم تركي يا أخي، وش فيكم على النصر؟ أمير منصور قال ابتعدت بسبب أمور تنظيمية، لأن رئيس أعضاء الشرف لابد أن يصبح هو رئيس المكتب التنفيذي، يعني الأمير تركي بن ناصر هو رئيس المكتب الآن، فلا تقعدون تألفون وتثيرون البلبلة بأن الأمير قد أعطى الفرصة للآخرين العملية تنظيمية، وأن الأمير تركي بن ناصر هو رئيس المكتب التنفيذي لكي يكون الاجتماع الجاي حسب لوائح الرئاسة. طيب إحنا ما أثرنا لا بلبلة ولا سوينا شيء، إحنا قلنا الخبر، وعشان ما يصير في تأليف طلبنا الأمير منصور بن سعود يتداخل ويتكلم، لا بلبل إن شاء الله ولا في تعريف، يعني أكثر من أن احنا نجيب لك أو نطلب من صاحب الخبر أو صاحب القضية أن يتداخل ويوضح للجمهور الرياضي، ما في أكثر من كذا توضيح ولا في حتى شفافية. وقلنا احنا بعد ما وضح الرؤية قلنا أنه هذا تنظيم وإجراء تنظيمي يوضحه، ولكن شوف في برضه سؤال، لو كان البيان اللي صدر مكتوب فيه الأسباب واللوائح ما حد سأل عموما، يعني احنا نشكر امير منصور بصراحه، الرجل يعني اليوم صدر بيان يتداخل ومع ذلك يعني كان بامكانه يقول والله اكتفي بالبيان وخلاص، لكن تداخل وكان في اريحيه وقال بوضح للجمهور وتكلم بكل اريحيه، وحتى من صوت الرجل يعني انت تستقرا احيانا حتى من الصوت إن لما تعرف انه الشخص في عنده مشكله ولا يعني الرجل يتكلم وهو مرتاح، واضح انه ما في مشاكل، تكلم عن امير فيصل بكل ايجابيه، تكلم عن نادي النصر بكل ايجابيه، وقال لك ما في خلافات. فاصل قصير بعدهم نعود.